انت ليش قاعد هون ولا ما تقوم تلاقي لك شغله تشتغلها؟ طيب شو بدي اشتغل يعني؟ والله ما بعرف، قوم زبط لي اليطق تبعي، قوم لاقي لك شغله اشتغل احسن ما لك قاعد هون. عم يستر على عرضك اتركني، الله وكيلك مالي ناقصك. شو ها؟ اسمعوا لا بتزين كلامك وما بترفع صوتك بوشي، فهمت ولا لا؟ لك عمي شو قلت لك حتى جاي عم تتبلاني؟ شبك شو بدك فيني؟ خلاص ولا لك لا عم تضرب لا عم تضرب ايه اجي على بالي يضربك عم ضربتك، الك عندي شيء ابو صغر ايه اللي عند منك؟ مو عيب عليك تضربه للشاب؟ شو عمل له؟ ليك عبود الله يستر عرضك، انت لا تتدخل بالمعمك بنوب احسن لك ها ايوه شو بدك تعمل يعني؟ عبود مشان الله مشان الله والله القصه مالها محل زي تتخانق مشان يعني خلص طول بالك طول بالك مشان الله طول بالك لا تتدخل بيني وبينه رشيد وقف على جنب انت لك واقف واقف هو فرجيني اشوف شو بدك تساوي بدي اكسر له راسه وبعدين اكسر لك راسك لا لك عبود ايدها بصخر هي ما حدا استرجع ومسكها قبل منك بنوب لا تاخذنا ها؟ لا لك عبود انا ابو صخر ولا ما بتعرفني ابو صخر يعني يا ابو صخر انا ابو صخر لك عبود لك انا ابو صخر لا يا لا يا عبود لا يا عبود لا اسمع ابو صخر هالمرة رح مرة لك اياك مرة تانية ستقرب على رشيد ترموني يالك بنوب اسمعوا يا رجال اللي بيقرب على رشيد ترموني يالو ها ابو صخر نعم سيدنا تعال عندي لهون مور سيدي مين اللي عمل فيك هيك؟ ما حدا سيدي ما حدا شلون ما حدا؟ اللي عم اشوفه الشك مين ضربك هالضرب؟ سيدي ما حدا بيطلع له مع ابو صخر بس انا كنت نايم وشفت حماتي بالمنام قمت تفركشت واجيت على خلقتي يعني مو عبود ضربك قلنا لك سيدنا عبود ما دخله لا من قريب ولا من بعيد شوفت حماتي عملت فينا هيك فوت لجوا شاي لأحلى عبود الله يسلم الديات تفضل معلم تعرف شو؟ منيح لي ما فسد عليك بس بتعرف والله عجبني هلا بصخر عجبني تمام خصوصي لما سأله مين عامل فيك هيك؟ بقول له شفت عماتي بالمنام وتفركشت على وشي اي والله معك حق اي بس معلش معلش خليه يتربى اتقلى معك لانه والله ما رح انسالك ياها يا عبود عن جد ما بعرف كيف بدي كافيك على بخدمة الطيبين عمي قوم فز على حيلك انت ويالا شوفوا لك اليوم طلع قرار سيادة الكولونيل في 30 سجين رح يطلعوا بنص المدة وفي أربعة موجودين عندكم بالمهجع، اللي بيقول اسمه يجهز حاله ويضب أغراضه لأنه رح يطلع من بكره الصبح من هون. فوزي الزركلي. حاضر سيدي. مبروك. مالك معلم؟ على راسي. جابر البلاط. حاضر سيدي. لك شبح حاضر سيدي، فرح من قلبك يا رجل. صالح الحسن. حاضر. إيه ها؟ هيك بدي إياك. الحمد لله أخباركم جيدة. إن شاء الله ألف مبروك. على راسي يا رجال. إن شاء الله أخبار عنكم يا رجال. ذكر ما تنعاد.
ايه سيدي، مين هو الرابع؟ سمعنا لنشوف. عبد الرحمن الشامي. الله اكبر الله اكبر. مبروك يا عبود. لا عبالك يا رشيد، عبالك. ان شاء الله الف مبروك يا شباب، الف مبروك. يلي طلع اسمه يجهز حاله ويضب اغراضه لبكره الصبح، واللي ما طلع اسمه ينبر وينام. يلا لشوف. رشيد، هدول 10 سنين ظلم قضيتهم هون بالحبس، كنت عم بستني هاي اللحظة لحتى تطلع، لحتى روح عند أمي اللي ظلموني. أبا ضاي، منا عليك بطلب؟ قل لي يا أبا ضاي. انسى اللي راح يا عبود، وسامح كل الناس يلي ظلموك، وبلش حياة جديدة يا أخي. لا لا يا رشيدة، إلا ما حبيتها منك منوبة. عم اقول لك مستني اللحظة، استني لحتى ذوقهم الويل اللي ذوقوني اياه. لك هدول 10 سنين قضيتهم بالحبس، والله والله، واللي اسمه والله كل يوم قضيته هون لحتى ذوقهم المر بداله. ماشي يا اهل حارتي، هلا بفرجيكم عبود الجديد. اذا ما بخليكم تشتهوا الموت وما تلاقون، ما بكون عبود الشعب. ولسه الخير لقدام يا اهل حارتي. اليوم والله زمان يا حارتي. فستو يا عبيد، تازه الفستو؟ تازه معلم. تازه شو؟ قديش احط لك؟ لا تتلبى، لا بتتوقع لك عمي، توقع. يلا رو درمل من هون. قولي مشابه تتلبى. السلام عليكم. تفضل يا اختي. سجل بالدفتر. رامين. مرحبا عمي سيار. اهلين. بدي رطلين بطاطا للسفر. نعم. يا بقعوا تزبطوا. ها؟ اهلين ابو فهمين. اهلا. هلا. الزيت من عندك ولا من عندي ابو فهمين؟ لا انت جبت لك اياهم انا. تكرم عينك. زبط لي حمدون. ها؟ بلدورة كتر الكان، لا تكتر ملاك. حمص لكان، حط حمض زيادة ولا مثل عادة؟ لا بقول لك زكر لي. على عيني على عيني على عيني. يلا يلا ترموا 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 يلا ترموا 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 ترموا. عبود 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين سعيد. إلك عايشين ومبسوطين وعين الله عليكم، ولا عدكم دكيتوا واحد بالسجن 10 سنين ظلم. بس شو علي؟ الله عالظالم يا اهل حارتي، الله عالظالم يا اهل حارة اللوز. اعمي شحني ليكني قدام منكم حي ارزا، طلعت من السجن نص محكوميه، حسن سير وسلوك يعني. يعني ما قتلته لابو خالد الفاكهاني، اللي قتله لابو خالد الفاكهاني قاعد بينكم عم ياكل ويشرب من اكلكم، وعم بيسوح وينوح قدام منكم ما كن شايفينه منوب. يعني بالمختصر عم يضحك عليكم. ايه ولا شو بدك يعني؟ شو بدي؟ تبع معي زعيم لهلا. اول باشتان انا طلعت من السجن، ثاني باشتان قلبي مليان منكم خيرات الله، ثالث باشتان انا يا زعيم انحبست 10 سنين ظلم. 10 سنين ظلم يا اهل حارتي. معلش يا عمي، نحن اولاد اليوم بعون الباري، كل يوم بدي اعمل عيب،
وكل يوم بدي اعمل مصيبه ومشكله، واللي له عندي شيء يجي ياخذه من الرقبه. وحياه مين زرع الشوارب بخلقتي، وحياه مين زرعهم بخلقتي وبيكونوا على حريمي. ايش كان باب خليكم تندموا على كل شيء عملتوه فيه. خلصت اليوم. يلا استودعناكم. أسعيك عمي، أسع عارتك بس لعالم، أسع. عبود؟ نوري خليني ربي زعيم. لا نوري لا، عبود يضل ابن حارتنا. هلا فاير ومعصب بس بعدين الليل بأمرك زعيم. يا شباب، عبود ما بدي حدا يتعرض له بنوه، سامعين؟ عبود عن السلام عليكم. كل واحد على شغله، كل واحد على شغله. يلا يونس. اهلين معلم نوري. كيفك عمي؟ والله الحمد لله، انت كيفك؟ بيعمل شيء؟ والله من وقت اللي اجى قاعد هو ويانيك. ايوه يلا نسلك رأي الفرق. الله معك، مع السلامة. شو قصتك انت؟ شو بالظاهر خوفا؟ بيني وبينك المعلم نوري بخوف، ولا تنسى انه عمو الزعيم، الزعيم ابو شكري، زعيم حارة اللوز كلها، بدك يا دماغ الي. اسمع لك انا عمي، اسمعوا يا شباب، والحاضر يعلم الغايب. لا هو ولا 100 واحد من شاكلته بخوفوني عمي. منيح منيح. شوف يا احلى منيح،